دكتور، بداية احنا شفنا تقدم عدد من الدول وعلى رأسهم جنوب أفريقيا بشكوى للمحكمة الجنائية الدولية، وده بيعتبر أول إجراء رسمي بالفعل ضد الاحتلال الإسرائيلي. عايزين نعرف من حضرتك، قانونا نقدر نقول إن القانون الدولي في دعوة زي دي بيقول إيه؟ هو قواعد الوصول أمام المحكمة الجنائية الدولية قواعد إجرائية تم الاتفاق عليها بموجب ميثاق روما الأساسي. الحقيقة أن العالم كله بذل مجهود خطير جدا للوصول للمحكمة دي، وكان المأمول منها أنها لا ترتبط بالشق السياسي، فعشان كده كان في ثلاث وسائل مهمة للوصول إلى التقاضي أمام المحكمة. الوسيلة الأولى كانت أن أي دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية تستطيع أن تتقدم بشكوى للمحكمة للمدعي العام للمحكمة، أو يحيل مجلس، وده حصل في موضوع الكونغو، أو يحيل مجلس الأمن الموضوع إلى المحكمة الجنائية الدولية، وده حصل في موضوع ليبيا والسودان، أو المدعي العام نفسه للمحكمة الجنائية الدولية إذا رأى أن هناك يعني انتهاكات خطيرة للقواعد الحرب وغيره، أو قواعد ضد الإنسانية أو غيره، يستطيع أن يحرك الدعوة أمام المحكمة الجنائية الدولية، وده حصل في قضية ميانمار. إذن هناك ثلاث وسائل مهمة للوصول إلى المحكمة. إحنا دلوقتي بصدد الوسيلة اللي هي حق كل دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية أن تتقدم بشكوى إلى المحكمة. بعد التقدم بشكوى، ودي الحقيقة برضو مسألة مهمة لازم إن إحنا ناخدها في الاعتبار، يجب على كل مجموعة الدول العربية بالكامل ومجموعة الدول الإسلامية المعنية بالمسألة أن تعد العدة لمرحلة قادمة من التحقيقات هتجريها المحكمة الدولية بعد أن تصل هذه الشكاوى إلى المدعي العام. الشكوى بتروح للمدعي العام للمحكمة، بيتحقق من جدية الشكوى، ثم يتحقق، والمفروض أنه بيعمل فريق تحقيق، بيتحقق من توصيف الجرائم اللي ارتكبت، هل هي جرائم ضد الإنسانية، هل هي جرائم حرب، هل هي جرائم إبادة جماعية، لأنهم أربع اختصاصات موضوعية أو أربع جرائم للمحكمة الجنائية الدولية: جرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب، جرائم العدوان، ثم الجينوسايد أو اللي احنا بنسميها الإبادة الجماعية. الإبادة الجماعية. طب عفوا عند النقطة دي، اسمح لي في المقاطعة، أنا آسف، لأنه المرحلة دي تحتاج إلى توثيق من الجانب العربي والجانب الفلسطيني. صحيح. ونحتاج إلى جمع الوثائق والأدلة والصور. ده صحيح. والوثائق اللي بتؤكد إنه في مجازر حدث. ده صحيح. الجهد القانوني الفلسطيني والعربي في هذه المرحلة بيكون شكله ازاي؟ هو شغال على قدم وساق بصراحة. الفلسطينيين، الإخوة الفلسطينيين وغيرهم، والعالم كله بيشهد، واحنا الحمد لله دلوقتي في ظل تطور اعلامي ما بتنتقل الصوره، الحدث صوت وصوره لايف. صحيح. وكل العالم كله بيتفرج عليه، فجانب التوثيق بقى سهل جدا. لكن الاشكاليه الثانيه بعد التحقق من نوع الجريمه وتحقيق واقامه فريق عمل يعني بيخصصوا المدعي العام لدراسه الموضوع ده، بيتطلب منهم ان هم ينتقلوا الى محل الاحداث او واقع الاحداث. ايوه، في لجنه التحقيق تروح تنتقل، تنزل بقى غزه، تعاون اسرائيلي بقى او فلسطين، بتجمع معلومات وبتجمع ادله وبتجمع وثائق، اللجنه نفسها المعنيه بالامر امام وهنا بقى بتقف دوله الاحتلال حجر عصره في السماح لهذه لجان التحقيق، زي ما حضرتك يمكن التاريخ بيشهد. واحنا اقول لحضرتك مش هنروح بعيد، احنا في 2006 تم نفس الكلام ورفع الامر اعتقد من جيبوتي يمكن، او من احدى الدول العربيه المعنيه اللي هي عضو في المحكمه الجنائيه الدوليه، ما احنا هم ثلاث دول: الاردن وجزر القمر وجيبوتي. جيبوتي. ورفع الامر في 2006 واختصت لجنه وتم تحقيق لجنه بالفعل، واللجنه يعني عملت شغلها، وبرده كان متعلق بموضوع غزه، واصدرت مذكره، اصدر المدعي العام مذكره بتوقيف او بالقبض واعتقال السيبي ليفني لو حضرتك فاكر، ولما راحت ايطاليا وزيره الخارجيه الاسرائيليه، كانت وزيره الخارجيه الاسرائيليه، لما راحت ايطاليا ما نزلتش من الطائره لانها كانت مهدده بالقبض عليها. وحصل برضه في البشير في السودان في موضوع دارفور، وتم فعلا اصدار اوكامبو المدعي العام للمحكمه في الوقت ده، وأصدر مذكرة بالقبض عليه ومحاصرته في كل الدول الموجودة، وبالفعل يعني برضو كان إقامته محددة لهذا الأمر. فالإشكالية اللي احنا بنصطدم بيها هنا مش فقط التوثيق، ولكن السماح للجان التفتيش والتحري
لجان الفحص والبحث والكلام ده اللي هي تضع التقرير النهائي لوقوع المخالفات من عدم. هي دي الإشكالية اللي احنا بنصطدم بها في إجراءات المحكمة. إذا تم ده وتوصلنا فعلا ان الأحداث اللي حصلت شكلت إحدى الجرائم اللي قلنا عليها، جرائم إبادة جماعية أو جريمة ضد الإنسانية أو جرائم الحرب، لأنها بتحق على المدنيين وعلى العسكريين. والحقيقة أن ما أحدثته إسرائيل في غزة طوال الفترة السابقة كان بمثابة جرائم معقدة، احنا نسميها جرائم متراكبة أو مركبة، يعني ارتكبت كله، ارتكبت جرائم ضد الإنسانية، ارتكبت جرائم حرب موثقة، ارتكبت جرائم نقدر نطلق عليها برضو الجينوسايد أو الإبادة الجماعية، ارتكبت مجموعة سهل جدا إثباتها. بعد ما بيتم ده بيتولى الفريق، ثم بيصدر المدعي العام القبض على الشخص أو المسؤول أو الجندي أو رئيسه أو رئيس بس هناك تحقيق مستمر من 2014 وحتى الآن. 2014 فتح باب التحقيق في ما يحدث في دولة فلسطين، 2021 ما حدث العدوان الكبير على غزة ومحاولة إعادة إعمارها من جانب المصري. يعني إحنا بنتكلم إن هناك على مدار سنوات كبيرة في بالفعل عدة دعاوى محركة في المحكمة. هي صحيح بتاخد وقت كتير جدا. يعني أقول لحضرتك حتى أصلا هي يعني معلش تاني، هذه المحكمة ليست فاعلة بالقدر اللازم.